طيب أنا بعطيكم أذكار، لكن الزمها، التزمها. أول الأذكار الاستغفار 100 مرة، هذا كل صباح ومساء، أن تستغفر الله 100 مرة بهذه الصيغة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ما تقول استغفر، هذا ما استغفر، تقولها صريحة واضحة بينة بسين الطلب والانكسار. أس، هذا السين اسمها إيش؟ أس، السين ذي اسمها إيش؟ هذه اسمها سين الطلب، سين الطلب، فهي تطلب كن منكسرا، لأن المطلوب هو خير مرغوب ومرغوب، فتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله حتى تكمل 100 مرة. ثم الورد الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي علمنا أستغفر الله، هو قال أستغفر الله فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، فصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يحيي الله قلبك وينتعش. قال أبي بن كعب يا رسول الله أجعل لك من صلاة الربع؟ قال إن زدت فهو خير لك. قال الثلث؟ قال إن زدت فهو خير لك. قال فالثلثين؟ قال إن زدت فهو خير لك. قال أجعل صلاتي كلها لك، يعني عندي وقت جلسة، جلسة أذكار أقسمها كذا على أوراق. قال سأجعلها، أجعلها كلها صلاة. إذن يكفيك الله همك ويغفر ذنبك، إذا يكفيك الله همك ويغفر ذنبك. الصلاة على النبي لها أسرار لا تفوتها أبدا، لا خصوص طلاب العلم، طلاب المدارس، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ترى لها أثر على الحافظة والذكاء والفطنة والألمعية والنباهة. كان العلماء يقول إذا أرتج عليك صل على رسول الله، أرتج عليك يعني انغلق عليك الفهم والحفظ وكذا، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث الأوراد سبحان الله وبحمده، من قالها في اليوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، رتلها، كن دائما دائما الذكر لله سبحان الله وبحمده 100 مرة. ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 100 مرة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من قالها في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت 100 سيئة ورفعت 100 درجة، وكان كمن أعتق رقبه ولدي إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، حرز، حرز، تعرفوا الحرز، الحروز تعرفون، هذه حرز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرز محمد نبوي. وأوصي نفسي وإياكم أنك بعد الصلاة اذكر الله، اذكر الله، لأن أنا لاحظت أن الإمام بعد الصلاة ما طول بالمرة على الدعاء وكذا، فنوصل نفسي وإياكم بالذكر بعد الصلاة شوية. أن قل كان صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك، فقال معاذ والله إني لأحبك يا رسول الله، قال فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اذكر الله، اذكر الله، سبح. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عند الربيع رحمه الله، قال من قال دبر كل صلاته سبحان الله سبحان الله والحمد لله 100 مرة حطت خطاياه، سبحان الله والحمد لله، فسبح واستغفر. الله يقول فإذا فرغت فانصب، يعني تعب في الذكر، في الذكر، وإلى ربك فارغب، يعني في الدعاء، فإذا فرغت فانصب في الذكر وإلى ربك فارغب في الدعاء، في الدعاء والذكر والتذكر. وعود نفسك والأولاد وأهل بيتك أنكم تذكروا الله سبحانه، لما تسافر تروح تقبل خط طويل، هلل أنت والأولاد، واستغفر أنت والأولاد، وسبح أنت والأولاد بصوت عال أنت والحرمة والأولاد، ماشي إشكال، كنكم تلبوا، تملؤون الصدور والسطور والطرقات وكل شيء يشهد لكم بالخير. نعم تفضل تفضل، فتملأ الصدر نورا والسطر نورا والطريق نورا، وتكون حياتك كلها نور إن شاء الله مع الذكر، تلين الصعاب وتكون من عباد الله الأخيار. نسأل وسبحوه بكرة وأصيلاً.